اسئله الذكاء. محمد نعيم من نفرتاري، اتفضل يا محمد. جولي من مودرن سكولز اوف ايجيبت. سؤال اسئله الذكاء ب 10 نقط ومحتاج تركيز وارقام. والسؤال هو: حل المساله الاتيه. 28 ناقص 5 في 2 زائد 12 على 4. 21. جولي كان عندك الاجابه؟ لسه بعملها يعني، ما لحقتش. لسه بتعمليها؟ ما لحقتش ما قالها. محمد نعيم 10 نقاط، برافو يا محمد. اتفضل. شكرا.